يلا يلا صفقة وياها. بس انا المنتجع. انا المنتجع مالكم اللي راح تنزلون فيه وراح توقف دقيقتين ثلاثة هنا تشوفوا النهر راجدان. اوكي خلينا نشوف النهر يلا. تصوروا النهر الوحيد اللي ينبع من بحيرة شمال ويتوجه لي. لا تقعوا من احنا هون. على الهواء مباشر خلي اللي يتابعون ايضا يشوفوا. اوكي. هذا النهر هرازدان هو النهر الوحيد اللي يخرج من بحيرة سيفان. راح نترجل حتى تشوفوها. انتبهوا بس لحد اي يه. نهر نهر. انزلوا بس شوفوها ونتوجه بعدين على المنتجع. طبعا اجواء رائعة جدا. صورنا عادي عادي صور الاولاد. صور طبعا. عادي خذ راحتك. نقول منو اللي معانا؟ اياه. اليوم ضيفنا رجل محترم. تسلم. وهو السيد معتز احمد القضاة. تسلم تسلم. رجل معروف في الاوساط السياسيه. تسلم تسلم. وزير الثقافه في المملكه الاردنيه الهاشميه والد الضيف. شرفنا اليوم برافقتكم حبيبي. ان العائله الكريمه معنا رافقناهم اليوم من البارحة طبعا. هذه بحيرة سيفان. هذا نهر هرازدان النهر الوحيد اللي يخرج من بحيرة سيفان. وسبق أن قدمنا لكم تقارير وتفاصيل عن بحيرة سيفان. مثل ما قلنا يصب في بحيرة سيفان 28 جدول ورافد من الجبال المحيطة بها ويخرج منه نهر واحد هو هذا ويتوجه جنوبا يصل العاصمة يربان ويصب في بحيرة يربان. هذا المنتجع اللي أمامنا اليوم. حجزنا لضيوفنا الكرام سيقيمون فيه عدة ليال بعدها نستمر جولتنا معهم في اتجاهات أخرى مع أرارات السياحة. كيف حالكم؟ يعطيكم العافية. أبو مسيس السيد آيك دانيال فعلا يعني إنسان فاضل ما شاء الله قمة في الأدب والاحترام. شكرا شكرا. والشرح شرحه رائع جدا ما شاء الله والأماكن اللي أخذنا عليها أماكن رائعة جدا وتعامل وصادق في كل شيء. الله يخليك. يعني البرنامج اللي بعثنا إياه من حذافير بل زيادة زيادة على البرنامج. تدلل. وإحنا مبسوطين جدا وبال كأجواء كطبيعة. الطبيعة يعني أنا صدمت صراحة صدقا إني أنا صدمت لم أتوقع إنه أرمينيا بهذه الجمال. أكيد. والأجواء بهذه الجمال. إحنا إجينا من دبي. دبي أنا بعمل بالإمارات ودبي درجة الحرارة 47 درجة مئوية. واليوم اليوم درجة الحرارة حاليا عن بحيرة سيفان 18 درجة مئوية. وهسه الساعة 2:30. الساعة 2:30 وبردانين. ما شاء الله كل شيء رائع. جميل جدا. جميل جدا. والخدمات المقدمة من أرارات للسياحة مش بوجه أبو مسيس. الله يخليك. خدمات رائعة جدا 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 سواء من الإقامة أو من الوسائل النقل يعني أو الأماكن اللي رحناها اليوم حتى بلزاد على البرنامج. يعني في أمور خارجة عن البرنامج. تدلل. ما قصر. كل الاحترام كل الاحترام. كل الشكر والاحترام للأخ معتز أحمد القضاة. شرف لنا طبعا العرافة. استغفر الله يا سيدي. عن جد شرف. استغفر الله. استغفر الله. الى هنا اتوقف من النقل المباشر اخوان. وان شاء الله استمر معاكم في اماكن اخرى نزورها قدر المستطاع وحسب الامكانيه.